أعرف شغف الجمهور الجزائري بهذا النوع من الأفلام، ونظن اليوم بعد دعوة الخواص للاستثمار في قطاع السينما، هذا الفعالية الثقافية من بين المهرجانات التي استطاعت إقناع بعض الخواص للمشاركة في إنجاح هذه الفعالية السينمائية، خصوصا احنا ما عندناش ربما فضاء آخر لمتابعة هذا النوع من الأفلام. الأفلام والسينما، صحيح. صحيح، وحديثنا سيكون دائما عن السينما في هذه الفترة المسائية، لكن الآن مع تتويجات الجزائرية في الخارج ومع نجاح لاسم سينمائي جزائري صنع الحدث هذه الأيام في تونس، وهو المخرج خالد شنا ابن بسكرة بفيلمه الوثائقي صقر الصحراء الذي نشاهد منه بعض المقاطع، وافتك الجائزة الثانية في تونس وبالمهرجان المغاربي الوثائقي والعلمي. العمل يسلط الضوء على مسار الشهيد القائد مخلوف بن حسيم، الشخصية التي يدور حولها فيلم صقر الصحراء، أحد الشهداء الذين صنعوا أمجاد الوطن. طفل لم يكن كغيره من أطفال القرية، فهو لم يرتدي الكتاب يوما، ولم تحمل أنامله قلم القصب، ولم يكتب على لوحته سورة الفيل، ولم يستنشق رائحة المداد. لم يكن للطفل ألعاب لطيفة ولا أحلام جميلة ولا طريق مرصوفة إلى المدرسة، لعبته الوحيدة كانت بندقية مهترئة يحتضنها بشغف بالغ، يصوبها تارة نحو أهداف وهمية وطورا نحو كثير من الحيوانات التي كانت. إذن رؤوف، موقع هذا الفيلم وموقع هذا النجاح ربما هو معنا على الهاتف، ابن بسكرة المخرج خالد شنا، مساء الخير وألف مبروك تتويج في تونس الشقيقة. مساء النور أخي مليك، شكرا أخي على هذا الاتصال. بداية الشكر الجزيل لقناة زير نيوز بمنحنا عبر شاشتها فرصة الحديث عن تتويج الجزائر بالجائزة الثانية، وألف مبروك إلى كل الشعب الجزائري. صحيح، هو نجاح للسينما الجزائرية. ربما في البداية حديثنا أكثر عن هذا العمل الوثائقي، ونحن نعرف أن الأعمال الوثائقية تستدعي الكثير من البحث. حديثنا أيضا عن اختيار واحد من أبطال الجزائر كما قلت قبل قليل. الله يعزك أخويا مليك. بداية الرحمة على روح الشهيد القائد مخلوف بن حسيم، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. إذا ما تحدثنا على هذا البطل، وهو واحد من الأبطال الجزائريين الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل أن نحيا أحرارا في هذا الوطن وفي ربوعه. كانت البداية من تشجيعا ودعما وإشرافا من جمعية الشهيد القائد مخلوف بن حسيم بمدينة طرقة، لكن البحث والتحري ومحاولة التعرف على مناقبه وحياته كانت لزاما علينا أن نتطلع إليه، ونحاول عبر مدة زمنية تقريبا سنتين، لأنني لم أكن أملك سيرة ذاتية حول شخصيته. وحين البحث تفاجأت حقيقة بهذا البطل، بهذا الشخص الذي كان في بدايته وطفولته أميا وبدويا، إلا أنه بعد انتقاله وذهبه إلى جبال الثورة والجهاد أصبح بطلا وقائدا عسكريا بامتياز. خالد، ربما وانت بعد تقديم هذا العمل اليوم حصدت الذهب كما يقال في تونس، لكن سؤالي راح يكون بلك، علاش ما نسمعوش على أفلام الجزائرية الوثائقية في الجزائر إلا بعد افتكاكها لجوائز خارج الوطن؟ أقولها صراحة، للأسف مؤسف جدا ما يحدث الآن وحاليا في البلاد. حقيقة مثل هذه الأمور لا أعرف ماذا، نحن لا نملك أشياء غير مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأعمالنا ومحاولاتنا واجتهاداتنا اتجاه هذه الكتابة، لكن هذه فرصة سانحة. كبداية بالنسبة لي أن هذه المشاركة في المهرجان هي تعتبر هي الأولى التي أحظى بها، مثل ما هو الحال بالنسبة للفيلم الذي يعد هو بكرة أعمالي الوثائقية. لذلك لعل هذا هو الموضوع وهذا هو الأمر الذي يجعل في بهذا التتويج في تونس هو بداية إن شاء الله. إن شاء الله تكون بداية. خالد شنا المخرج هذا الفيلم، بالقياس ربما على نجاح هذا الفيلم الذي نبارك لك به بالمناسبة، ماذا يلزم
في عمل جزائري من مثل هذا النوع حتى ينجح في الخارج؟ أولا هذا الأمر يعتمد على قوة العمل وقوة السيناريو والموضوع والحبكة التي مرتبطة بالفيلم، هذا أولا. ثانيا هو ذلك الجهد والاحترافية إذا صح التعبير لأجل تقديم ومعالجة مواضيع مثل هذه التي هي موجودة الآن. حقيقة في البداية كانت لدينا محاولات للبحث والتحري وتقديم عمل مع فريق العمل. فريق العمل هو الذي صراحة كان له دور كبير وكبير جدا لتحمل مشاق العمل والإنتاج. هذا الأمر إذا ما تم بطريقة فنية واحترافية بإمكانه أن يتحصل وينال ويتوج خارج الجزائر وفي محافل دولية وسينمائية سواء كانت عربية أو سواء كانت عالمية. لك نجاحات أخرى في أعمال أخرى، ربما أنا حبيت نسقسيك ما هي المحطة القادمة؟ هل من عمل جديد؟ هل سيكون دائما عمل وثائقي أو ستنتقل إلى حقول إبداعية أخرى، ربما فيلم قصير، فيلم روائي طويل؟ والله في الحقيقة هي الأمر الذي يدعونا لمعالجة وإنتاج مثل هذه الأعمال هو الجانب المادي دائما، وهذه هي المشكلة الوحيدة التي تواجه المنتجين الجزائريين. بالنسبة لنا، بالنسبة لصناعة الأفلام الوثائقية، هو أمر متاح إلى حد ما، لا أقول متاح دائما، لكن هي محاولة بسيطة، لأنه حتى بفيلم صقر الصحراء هي كانت وسائل ومعدات وأشياء بسيطة منحنا من خلالها عملا يكون في مستوى الذي توج به قبل بالأمس في تونس. بالنسبة للعمل القادم، هو هناك عملين، عمل تقريبا تم إنجازه 80% وهو يحاكي ويعالج ليلة الاندلاع ثورة التحرير في الجزائر ليلة أول نوفمبر. العمل الثاني الذي أعددته وأحاول أن أكمل بحثي عبره هو فيلم وثائقي تحت عنوان الإرهاب القاتل، وهو يعالج أهم الأشياء التي ما زالت في الجزائر لحد الآن تدفع ثمنها، وهو موضوع الألغام. احنا نتمنى لك التوفيق في كل هذه الاعمال، وكما قلت النجاح الحقيقي هو اللي يجي بالتحدي وايضا بامكانيات بسيطه. شكرا على هذا التدخل، والف مبروك مره اخرى لهذا التتويج ليك وللسينما الجزائريه ايضا. الف شكر للجزائر وشكرا لكم لقناتكم. شكرا اذا المخرج الجزائري وليد بسكره خالد شنا، دائما رؤوف، سنبقى مع مواهب الجزائر لكن من عالم السينما والفن. سابعا نروح لعالم الموسيقى مع ضيفه الفقره الثقافيه وايضا ضيفه المسائيه، لكن بعد متابعه اجدد اعمالها عروسه الجزائر.